حاجة خاصة بالقلوب وبالمعاملات بين الناس. لما بنيجي نتكلم عن سلسلة إصلاح القلوب وإزاي يكون قلبي قلب سليم، في قبلها جزئية، إحنا كلنا بنعاني منها صراحة. وما بنيجي نتعامل مع الناس في الحياة بنتضايق وبنزعل، وبيصيبنا نوع من أنواع يعني خيبات الأمل، لأن إحنا ظننا في الآخرين خيرا وهم ما طلعوش كده. لما يجي مثلا نقول إن سعادة الآخرين مش هتقلل من سعادتك، رزق الآخر لن يقلل من رزقك. فكون ان يبقى فيه ضغائن واحقاد ونفسنا وناس تكيد لناس، كل ده علشان ايه؟ هو يأبى الخير للآخر. فاكر ان لما التاني او العبد او صاحبه او زميله او جارتها لما يبقى سعيد هتقلل من سعادته؟ ابدا، ده كلها اقدار الله سبحانه وتعالى، وربنا ميسر لكل واحد اللي خلق علشانه. فاحنا عايزين ننتبه للنقطة دي جيدا، نقطة ان سعادة الاخرين لن تقلل من سعادتك، وان رزق الاخر لن يقلل من رزقك. النقطة دي مهمة جدا، وادعو الله سبحانه وتعالى تعرفها. لكن علشان اوصل لقلب يرى الخير للغير، يتمنى الخير للغير، يا بني انوي الخير، فطالما نويت الخير انت على الخير، طالما نويت الخير للغير هو ده. لكن انا ابقى عاوز الخير ليا لوحدي او الامر ليا لوحدي، يا رب ارزقني الجنه انا ومحمد وبس. جه واحد يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، انا يا رب دعا كده النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ما تحجمش الواسع يعني. فالله سبحانه وتعالى يا جماعه يقدر الخير للغير، وربنا مقسم الارزاق. ازاي اصل لقلبي للصلاح؟ لازم يكون قلب سليم. اصلاح القلوب له ثلاث نقاط هنتكلم فيها رأسية النهارده. اول حاجه من اصلاح القلوب ان ربنا يرزقك قلب سليم. على فكره مش سهل، يعني كون ان يبقى عندي قلب سليم، قلب يرى الخير في كل حاجه، كل فعل الله عنده هو خير مطلق وحكمه مطلقه. عشان اصل للقلب ده لازم اول حاجه يكون عندي يعني صحيح مش بس صحيح التصحيح العقيده، لا، يكون عندي التوحيد الصحيح. التوحيد اللي هو ايه؟ ان انا اؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الاقدار، وهو الملك المليك، والله سبحانه وتعالى ما يعطيني شيء الا وهذا الشيء هو خير لي. الامر ده مهم، الامر ده مهم عشان يبقى يقين جوايا انا اعرف اتصرف بيه. فقلب سليم ياتي ازاي؟ بالقلب السليم، ها، يتجنب الشهوات، ما بيذنبش، او لو اذنب يتوب وكده، اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يقان، بعديه على طول التوبه، على طول يتوب، على طول كثير التوبه، تكرار التوبه، تكرار التوبه، والاستغفار والاستغفار والاستغفار، يرد قلبي الى الله سبحانه وتعالى. ده المطلوب. وطول ما قلبي فيه المعنى دوت، ان انا اذنب فاتوب واعود فاذنب فاتوب واستغفر وهكذا، فانا تكرار للتوب، توابين على كثرة التوبة وتكرار التوبة منهم. ربنا ينجي قلبي من الفتن. الفتن بتعرض على القلوب كالحصير كده، وفتنة فتنة فتنة فتنة، فأينما قلب تشربها بيبقى القلب مكرمش كده وعامل زي الحصير كده رقاق، أو يرفضها، في قلبي يتشرب الفتنة وفي قلبي يرفض الفتنة. قلب سليم أمن، سجل فتنة معايا الزعم ما ينكدش في القلب نكتة سوداء. ليه؟ لأنه هو قلب واعي، قلب يريد الله سبحانه وتعالى، قلب يحب الله عز وجل، وعلى هذا الأساس هو قلب سليم. يبقى كثرة التوبة، دوام دوام واستمرارية التوبة لله سبحانه وتعالى، صدق الوحدانية وتصحيح التوحيد لله سبحانه وتعالى، هو الوحيد هو القادر. قلب سليم مش بيحسد الآخرين، ما بينظرش فيما أيدي الناس، ويرضى بما اعطاه الله سبحانه وتعالى، صلى الله الخير له وللاخر، وعارف ان سعادته مش ان انا احرم الاخر من اسباب، بالعكس انا اتمنى. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول اني لا اصر، انا احب ان انا اشوف الخير، اسمع ان في بلد عدل للمسلمين في المكان الفلاني فافرح لهم، وانا لن يصيبني من عدلهم شيء، واعرف ان في بلد من بلاد المسلمين لها خير ويصيبها خير، افلح للخير اللي يصيبه مع اني لن يصيبني منه شيء. ده قلب جميل يحب الخير للغير، قلب مبارك، قلب نفاع للعباد، لنفسه على نفسه وعلى اللي حواليه، مبارك، بركة بركة منتشرة. ليه؟ لأنه قلب سليم. من القلب السليم كمان الخلوة مع الله. الخلوة مع الله تطهر بها قلبك،
الخلوة مع الله تخليك من السبعة اللي يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. الخلوة مع الله زي إيه؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جميل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إيه؟ كان مع نفسه في خلوة، كهفك، ركعتينك بتوع القيام، مناجاتك مع الله سبحانه وتعالى. يبقى دي رقم اتنين. رقم ثلاثة من إصلاح القلوب، الواحد دايما دايما كان يعني يقول ايه اللي يخلي القلب دايما على يقظة؟ المحاسبة، ان انا دايما احاسب نفسي. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب، دايما الواحد يحاسب نفسه، اعمل اليوم والليل عملت ايه كذا، استغفر عليه، طب في تقصير في الامر الفلاني اعود الى الله سبحانه وتعالى، طب في تقصير في الامر اعود الى الله سبحانه وتعالى، وهكذا دوام المحاسبة. فيبقى قلب حي يقظ، تيجي معصية ولا يجي شبهة، لا لا لا، القلب مش مرتاح، مش مرتاح لهذا الامر. كمان من اصلاح القلوب دوام الذكر، دايما كثير الذكر لله عز وجل، اذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة الذكر معناه انك بتحب ربنا، كثرة الذكر معناه ان طلب قرب من ربنا، كثرة الذكر معناه يا رب انا في طريقك وانا تابع وانا عايز طريقك وانا عايز خيرك وصلاحك وهكذا. ودايما ادعي ربنا سبحانه وتعالى، يدخل عليكم اليوم رجل من اهل الجنة، ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام يقولها، وهو نفس الرجل كان بسبب حاجة، ايه؟ بيبات ما فيش في صدره اي ضغائن للمسلمين. أبيت وليس في صدر شيء. نعرف نكون كده، نتمنى الخير للغير، نعرف ان نتمنى لو حد سعيد نفرح لسعادته، المؤمن تسره الحسنة. دايما كثير الذكر لله سبحانه، مداومة على التوبة دايما، صلاتي، لان اضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات، والشهوات من اللي بتفسد القلوب، نسأل الله العفو والعافية. كمان حاجة جميلة جدا جدا يعني تساعد على اصلاح القلب، وحاجة من الحاجات اللي الواحد دايما بيوصي بيها، انك تدعو الناس للخير، انك تدعو الناس للامر بالمعروف والنهي عنه، يعني انك تدعو الناس ان يتكلموا عن ربنا سبحانه، انك تدعو الناس تعالوا معرفكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا معلمكم عن الله سبحانه وتعالى ولو قال. هو ده الخير على فكرة، يعني هو ده الخير. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا الخير، وادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل صلاح القلوب.